مركز ستراتفور الأمريكي للدراسات الاستراتيجية ينشر تقريره السنوي عن توقعاته للقوى الكبرى بالشرق الأوسط في عام 2019. فيما يتعلق بتركيا، قال التقرير إن الاقتصاد التركي الهش هو أهم تحديات العام الجديد، ومع استمرار معدلات التضخم الكبيرة سيصل الدين إلى ما يعادل ربع الناتج المحلي، وتوقع أن تواجه الليرة أزمات جديدة. أما إيران فتوقع التقرير أن تتفاقم أزمات وأن يلجأ الملالي إلى محاولة الانتقام لحفظ ماء الوجه جراء الهزائم التي تعرضوا لها، لكنهم سيحرصون أن يكون انتقامهم بطرق لا تؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية. وقد تتحرش بسفن التجارة الدولية في المنطقة وتجري المزيد من التجارب الصاروخية، لكنها تريد تجنب الهجمات العسكرية المباشرة ضدها. أما المتضررون من النفوذ الإيراني في المنطقة فسيلجؤون لمزيد من التحالفات العسكرية والتعاون السياسي والاقتصادي للحد من خطر إيران. وفيما يتعلق بالسعودية، أشار تقرير ستراتفور إلى أن الرياض ستواصل متابعة أهداف رؤية 2030 وستخفف من التقشف بناء على التغيرات الاقتصادية الجيدة مثل ارتفاع أسعار النفط ومحاولة الاستفادة من تراجع التصدير الإيراني وأيضا عوائد القطاعات غير النفطية بالمملكة التي تشهد ازدهارا. كما توقع مركز ستراتفور مواصلة السعودية جهودها في إنشاء صناعات عسكرية خاصة بها، وهو المشروع الطموح الذي أطلقه ولي العهد السعودي ضمن رؤية المملكة 2030. في صناعات معقدة ترفض الدول أنها تنقل التقنية للسعودية، لكن الشرط اللي موجود لدى الجهات المختصة في السعودية اليوم بأنه لا صفقة سلاح بدون محتوى محلي. الهدف نقل الصناعة 100%